أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية أن مفارزها في الفرقة العشرين تمكنت من إلقاء القبض على أحد ممولي داعش الإرهابي بعد متابعته بصورة مستمرة واستدراجه، حيث تم مطاردة العجلة التي يستقلها ويستخدمها في نقل المواد الغذائية لمضافات الدواعش في منطقة قرب جبل بادو شمال الموصل. أوضحت أن الإرهابي ضبطت بحوزته قوائم بالتجهيزات التي كان ينوي شراءها لعناصر داعش مع مبلغ من المال بالعملة الأجنبية.